دلوقتي عاوزين نعمل اسمبلي للكارياك. نشوف ده هنعمله ازاي. ادي الاسمبلي اهو، نيو اسمبل، هيفتح قائمة سيرت كومبوننت، اضغط براوز واختار البارتات اللي انا كنت مسيفها قبل كده. تمام، انا محتاج البارت ده اهو، البارت ده هو البيز بتاعي. تمام، جبته اهو. طيب البارت الاساسي لازم يكون متفكس. افرض كان هو فلوت، يعني افرض كان هو بالشكل ده بيتحرك اهو، ده ما ينفعش. لازم البارت اللي انا بركب على اساسه لازم يكون فيكسد. تمام، وعلى اساسه هجيب الباقي. اعمل انسرت كومبوننت للبارت التاني اللي انا محتاجه، محتاج البارت ده اهو، محتاج اكرره اكتر من مرة، فانا مفيش مشاكل، ممكن انزله مرتين. تمام، اقول له اوكي. اعمل ميت بالنسبة للسطح ده مع السطح ده كونسلنت، والدايرة دي مع الدايرة دي كونسنتريك. تمام كده، كذلك ده مع ده. تمام كده، اقول له ده مع ده كونسنتريك. لاحظ ان احنا لما نحركهم، حرك ده كده وده كده بالشكل ده، وانا عاوز اخليهم زي الاتنين التانيين من الناحية التانية برضه. ممكن اجيب تو بارت نفس الطريقة واعملها، ممكن في طريقة تانية، طريقة مختلفة ان احنا نعمل ميرور. فنعمل ريفرنس بلان ما بين السطح ده والسطح اللي عكسه. تمام، اقول له اوكي واعمل ميرور. تمام، ده وده. البلان ده بتاعي عاوز انسخ ده، انسخ ده، اقول له اوكي. تمام كده، كده احنا عملنا الاربعة مع بعضهم بالشكل ده، والاتنين دول بالشكل ده اهو. تمام كده، في مشاكل؟ هضيف البارت اللي ورا سيرت كومبوننت. تمام، واضيف البارت اللي ورا ده، محتاج منه قطعتين، ادي واحدة وادي التانية. هروح اعمل ميت الشكل ده مع الشكل ده كونسيدنت، والدايرة دي مع الدايرة دي كونسنتريك. طيب، ولازم اعمل برضو الدايرة دي مع الدايرة اللي هناك كونسنتريك برضو. تمام، عشان يتحركوا مع بعض بالشكل ده. تمام، اللي عملته دي هروح اعمله في التانية، ده مع ده، بس ده عكس، لا كده غلط كده، ما في مشكلة. ممكن نقول له السطح ده ميت مع السطح ده. تمام كده، والله بعدين الدايرة دي مع الدايرة دي كونسنتريك، واللي عملته من الناحية دي لازم اعمله من الناحية التانية، الدايرة دي مع الدايرة الداخلية برضو كونسنتريك. نوصل لمرحلة ان الشكل يبقى نصه معانا بالشكل ده كده اهو. تمام، اتحرك فيها عادي. تمام كده، اروح اعمل انسيرت كومبوننت اللي ورا اللي هو العمود. تمام كده، اقول له اوكي ميت ده مع ده كونسنتريك، وده مع ده كونسنتريك، وده مع ده كونسيدنت. ما فيش اي مشاكل.
تمام كده، نريح الطريقة دي بحيث انه بقى منتظم، وهعمل insert component اللي جاي. تمام، انا محتاج القطعة دي برضو تاني. تمام، عاوز منها قطعتين. تمام كده، فهقول له ده مع ده كونسيدنت. وده مع ده كونسيدنت. والدايرة مع الدايرة كونسنتريك. تمام كده، نيجي بعدين نعمل ميرور الاتنين دول مع بعض. ممكن نعمل ريفرنس جيومتري ما بين ده وده. تمام، اقول له اوكي واقول له ميرور. تمام، عايز انقل ده وعايز انقل ده، اقول له اوكي. تمام كده، كده عملت ايه؟ مش ناقص ان انا غير ان انا اقفل الرسمة من فوق في حتة اخر بارت. البارت ده اهو، اقول له كده ده مع ده كونسلنت. تمام كده، ممكن نعمل بعدين الريليشنات الباقية كلها كونسنتريك. ده مع ده كونسنتريك وده مع ده كونسنتريك. تمام كده، ممكن اجي بعدين ده مع ده كونسنتريك. تمام، بس لازم اقرب الاتنين مع بعض. تمام كده، انا وقفت الفيديو عشان احرك دول عشان بحس انهم بيبقوا قريبين عشان اقدر اقدر الريليشن بتاعي. فهعمل ميت لاخر حاجة. تمام، ما بين ده والدايرة دي. تمام كده، اوكي. تمام كده، ده الشكل بتاعي النهائي. انا زي ما قلت انا وقفت الفيديو بحيث ان انا اقرب الاتنين دول من فتحة الكونسنتريك البارت ده. تمام، دلوقتي انا عاوز اضيف مين؟ عايز اضيف المسامير بطريقة صحيحة، فهروح لللايبراري واختار تول بوكس اد ناو. ايا كان النظام اللي هشتغل عليه، في اغلبيته اللي هشتغل عليه النص اي متريك، واختار البولت، واختار نوع المسمار اللي انا عايزه، وليكن هختار الهيد. تمام، واقول له المسمار ده اعمل له كرييت. تمام كده، طيب المسمار هناك انا كنت عارف فتحته كام، فتحة اللي بتعملها للبرطات كلها، عارف ان فتحة المسمار كده 12، فانا هختار ام 12. تمام كده، اللي هو الار الفتحة اللي هنا. وهنا هختار بعدين اللينس او المسمار اللي انا عايزه، وليكن هخليه 55. تمام، بعدين بيقول لك سيرد لينس، انت عاوز السيرد الكام. ايا كان احنا مش محتاج السيرد اي حاجة دلوقتي، هقول اوكي. بمجرد ما ادوس اوكي هيفتح لي البارت الاساسي بتاعي الاسامي، وادوس انسيرت كومبوننت عادي كأني هجيب بارت من بره، واخلي دي ثابتة كده. اقول له المسمار ده كل ما هروح عند فتحة، تمام، هلاقيه اتك على اي فتحة هيركب المسمار مفيش اي مشاكل.
برضو هكمل بقية المسامير اهي. تمام، زي ما قلنا احنا بنتك تكة بس على اي فتحة. تمام، طيب انا في الاول كنت كده كده عامل بلان، فممكن اعمل ميرور، يعني البلان ده ممكن اعمل ميرور بالنسبة له للمسامير كلها. تمام، اقول المسمار ده والمسمار ده وده كل المسامير اللي انا ركبتها دي اعمل لها مين ميرور. اقول اوكي، كلها هتركب من الناحية التانية، مش محتاج اروح اعمل اي حاجة. تمام، طيب هلاحظ حاجة، انا لاحظتها دلوقتي اهو، ان المسمار ده متداخل مع المسمار، فانا ممكن اصلا اروح للبارت الاساسي. تمام، واعمل له بيه edit feature بس، او وانا بستخدم التول بوكس وانا بعمل كريات للبارت ممكن اقلل من اقلل المسافة اللي انا محتاجها، اللينس اللي انا محتاجه. طب هنا اقل حاجة 55، ممكن نشوف اي نوع تاني يديني حاجة اقل من 55 ملي. تمام كده، فمش مطالب يعني حاجة معينة. تمام كده، يعني هو دلوقتي المفروض اللي هيحصل ان احنا نروح نجيب مثلا نوع مسمار تاني، نشوف ده مثلا، ممكن نقفل ده ونشوف ده كريت بارت، اشوف هو متاح كام لينس بتاعه. اه، في لينس 16، فده ده كويس، ولا 20 كويس، 25 مفيش مشاكل، سواء طول المسمار المرة اللي فاتت كان كبير فعشان كده حصل تداخل، فنحن نكرر دي الحاجة دي معانا في البيت ونختار المسمار أصح. ده بالنسبة للشكل. المفروض الشكل لما كنت تلف في الشكل ده، الدايرة دي لما كانت تلف، تمام، المفروض لما ده السكرو ده يلف الشكل يتحرك. فليه مش بيتحرك معايا؟ عشان انا عامل الألوظة دي عملها كوزماتيك، حاجة ظاهرية، المفروض كنت حاجة اشتغلتها سرد، نزود في العمود ونقطع في البارتين دول عشان نركب المشوار مع المشوار. تمام، بس الكلام ده احنا معملناهوش، فما فيش اي مشاكل، يعني كلام كويس ومفيش اي مشاكل. شكرا.